ويلكم باك اجين لمستارت. اغرب ثلاث كلمات اكتشفنا مؤخرا ان احنا طول عمرنا كنا بننطقهم ايه غلط. كلمه اللي قدام حضرتك ديت ل اس تي اي كي، مش ستيك، مش ستيك، لانك انت لو قريتها كده بتبقى غلط، وانت بتقراها كده باعتبار ان في حرفين متحركين الاي والاي، فبتخلي الحرف الاولاني طالما اتنين متحركين فبتضغط على الاولاني وبتنطق لونج فبتقول ستيك ستيك. لا، هي ستيك ستيك بمعنى شريحه من اللحم البقري. ستيك ستيك ستيك. الكلمه ديت اللي هي غير مشهور او غير معروف، ما تقولش ان فيمس باعتبار ان فيموس يعني مشهور، لا، انفيمس انفيمس انفيمس. اخر حاجه يشتري بقى او يتاجر اللي بير تشيز، لا، بيرتشيز 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 بيرتشيز. ما تعتمدش ان الكلمه او نص الكلمه الثانيه اللي هي بتفكر بكلمه تشيز يعني يطارد، لا، خلي بالك الفيرب هنا بيرتشيز بيرتشيز purchase مش purchase. خلي بالك، ركز عشان ما تنطقهمش غلط تاني. وما تنساش الدعاء لاخواننا المجاهدين، ربنا ينصرهم في غزة، والمستضعفين. At the end of our video I hope to understand everything I've just said. See you later. Goodbye everybody.